واضح زي ما حضرتك قلت قبل المباراه انه مشاركه 4 لاعبين في مركز صانع الالعاب ده ما جاش من فراغ، يعني عنده اصابات كتير وبيعمل روتيشن في الاماكن، وده الكلام اللي قاله ايهاب امين ان في عدد كبير من اللاعبين بيلعبوا في مراكز غير مراكزهم. اتفضل يا كابتن. طبعا كلام محترم اللي قاله، وخاصه حته ان احنا ما احترمناش الفريق الخصم اكتر. لازم الاهلي كل المباريات بمستوى واحد. انا عايز اقول بس احنا الفرق معانا في الشوط الثالث والرابع ان احنا طلعنا الكره بسرعه، جرينا فاست بريك، لمينا نفس الكلام اللي قلناه انا وانت في بين الشوطين، فقدرنا نلم، فقدرنا نجري على الفرقه، بدا التركيز شويه في الثري بوينت. انا في اعتقادي الشخصي ايهاب امين جاب اعلى سكور، لكن انا في اعتقادي الشخصي ان عمرو زهران هو نجم المباراه. اذا حضرتك بتختار عمرو زهران نجم النهارده او رجل المباراه في مباراه الاهلي والقناه هو عمرو زهران، والحقيقه يا كابتن يمكن وجهه نظر حضرتك مبنيه انه كان مؤثر في اللحظات اللي هي وبرضه ناشئ، ولازم محتاج دفع من القناه المحترمه قناه الاهلي قناته، فمحتاج دفع برضه اللي احنا نشجعه. ايهاب امين بدا في الثالث والرابع، لكن الولد كان من الشوط الاولاني والثاني جيد. طب كابتن انا احب برضو اقول لحضرتك المسجلين الفريق جولي دلوقتي من ارض الملعب، وخلينا اقول لحضراتكم ان احنا يعني مش يعني ممكن نغلط سامحونا لو في نقطه زياده او اقل، ولكن دي ان شاء الله بنسبه كبيره هي صحيح. ايهاب امين حط 20 نقطه في المباراه، وعمرو زهران 12 نقطه يا كابتن، ويليهم احمد حمدي 10 نقاط وعمر عزب 10 نقاط، دول افضل المسجلين في الفريق. هم حطوا تقريبا 20 30 40 42 نقطة الأربع لعيبة، يعني تقريبا نص السكور بالظبط. طب كابتن حضرتك اخترت يعني عمرو زهران هو رجل المباراة.